من هنا انطلقت الثورة الليبية ضد نظام القذافي، ساحة التحرير وسط مدينة بني غازي. تبدو الساحة خاوية من المتظاهرين بعد أن كانت تعج بهم في الماضي، ولكنها تمتلئ اليوم بصور هؤلاء المرشحين لخوض أول انتخابات تشريعية في البلاد منذ أكثر من 4 عقود. نسبة إقبال كبيرة، هذا ما يأمله مرشح الأحزاب السياسية الناشئة في ثاني أكبر المدن الليبية. يرى مؤسس حزب تجمع ليبيا الديمقراطية أن الاقتراع هو السبيل الوحيد لخلق كيان شرعي منتخب يمثل الشعب الليبي. الآن ليس لنا من مخرج من هذا المأزق التاريخي الذي نحن نعيش فيه بسبب ضعف أداء المجلس الوطني، وبسبب أنه كيان غير منتخب. ليس لنا من مخرج إلا الانتخابات، ولذلك نأمل أن يعني يصل معنا دعاة مقاطعة الانتخابات إلى تفاهم حول هذه المسألة. عدم إجراء الانتخابات سيكون له عواقب وخيمة على كل البلد وعلى الثورة نفسها. توجد في بني غازي حركة ناشطة تريد تحويل ليبيا إلى دولة اتحادية تتألف من أقاليم وتتمتع بحكم ذاتي. أنصار هذه الحركة الفيدرالية يعارضون الانتخابات المقبلة جملة وتفصيلة. هذا نموذج من نماذج تلك المعارضة. قام محتجون بتلطيخ صورة هذا المرشح، ولكن لم يكتفوا بهذا فحسب، بل قاموا أيضا بتمزيق رقمه الانتخابي حتى لا يستطيع الناخبون الاستدلال عليه في كشوف الناخبين. مسؤول ما يعرف باسم مجلس إقليم برقة المطالب بالفيدرالية يعتقدون أن الانتخابات لن تمنح شرق ليبيا تمثيلا عادلا في المجلس المنتظر. سنقاطع هذه الانتخابات بسبب أولا عدم العدالة في توزيع المقاعد. كما تعرف حضرتك، عدد أعضاء المؤتمر الوطني 200، أعطي منهم 102 لطرابلس و60 فقط لبرقة و38 فقط لفزان، وهذا توزيع غير عادل ولا يراعي التوافق بين الأقاليم في مثل هذه المرحلة الحاسمة التي ستستدعي أن يكون هناك توافق بين السكان. بدأ العد التنازلي ليوم الاقتراع الذي يعد المقياس الوحيد لمعرفة ما إذا كانت دعوات المقاطعة ستلقى قبولا كبيرا لدى الناخبين أم أنهم سيقبلون على المشاركة وبقوة في ذلك الاستحقاق التاريخي. أحمد ماهر، BBC، بني غازي.